متواصلين معكم ومعنا الآن كما ذكرت طبعا ضيفنا في استوديو نبض الخليج الفنان محمد الحملي المتواجد معنا في استوديو عمار رياضية. حياك الله أستاذ محمد. حبيبي قواكم الله ويعطيكم العافية، ونمسي على الجمهور العماني ومتابعينا من عمان، نقول لهم قواكم الله يعطيكم العافية. أنتم بعمان لكن الشباب العمانيين بالكويت مكفين وموفين ومضبطين الأمور ومشجعينكم قايمينها وشايلين هشيلة، وإن شاء الله فالكم بونس. أيضا شعب الكويت طبعا مع الجميع في الحقيقة، وشايل الجميع يعني مع كل الجماهير ومع كل المنتخبات مع كل الوفود، شيء مش غريب على أهل الكويت طبعا هذا الشيء الجميل وهذا الروح طيبة وهذا الكرم الكبير طبعا من أهل الكويت الكرام على جميع الوفود. حبيب أنت أخوان النهاية صراحة روحنا، يعني علاقتنا في كل الخليج زينة ممتازة، وخصوصا مع عمان، يعني خصوصا مع ربعي وحبايبي العمانيين، اللي كل ما اشوف العمانيين اقول لهم ليش ما قلتوا لي انكم جايين؟ يقول لي معاكم شوا على طول مره شوا ولا حلوه؟ شوا شوا حلوه حلوه موجوده، الحلوه موجوده شوا لانها موسميه عندكم. ايه شوا ما في كل ما في كل مره ثانيه يعني. وكلوني اياها الربع هناك خالد الحديدي وربعنا في عمان، صرت خلاص من اشوف عماني على طول ذكر شوا. يعني الشوا مو شوا مو الاكله بس، القعده واللمه على الصحن الواحد بعمان. يعني ما شاء الله يوم سافرنا مع الاستاذ طارق العلي في احد الاعمال المسرحيه ما قصروا معنا بكرمهم، يعني ورونا اللي هذا واجبهم شوفه. واجبهم اكيد. اي فلما تكونوا موجودين بالكويت واحنا نكون بعمان بالنهايه احنا ببلد واحده، يعني اكيد ما في شك طبعا احنا بلد واحد وبيت واحد وان شاء الله نظل كذلك يا رب. و ذكرت لي انك متابع شويه يعني من بعد البطوله. قطاعي انا متابع، شوف انا من زمان حسب الاعمال يمكن اللي عندك. انا من زمان لان انا تابع بس المنتخب الكويتي، العاب منتخب، يعني حتى نوادي محليه مو مشجع، يعني مو مهتم اكيد بكرة. يعني ما تشجع نادي في الكويت؟ يعني نص مجبر الغاتسيه. مجبر الغاتسيه لان والد مرتي غاتساوي. عشان الشرط بعقد الزواج انه يكون غاتساوي. هذا شرط خطير هذا، لان اذا غيرت بعدين تصير مشاكل. خلاص اخترب الحق. فهذا الغاتسيه وانا اشجع بالنهايه المنتخب الكويت. فاليوم احنا اول مباراه بالافتتاح ما حضرت انا. حضرت مباراه الكويت وعمان. مع عمان. فالحين احنا قاعدين بالمدرج الكويتي وقدامنا بالضبط مدرج العماني جمهور عمان. اقول حق الشباب ودي اروح معاهم. الاغاني خير. الاغاني مع ان جمهور الكويت يعني يمكن 60,000 بس الشيلات العمانيه بعد واضحه. الشيلات حتى احنا طالعين في هذا الموقف ما قلته حق احد، يعني وكنا في تلفزيون عمان لازم شيء وشيء يذكر. واحنا طالعين واحد من الجماهير الكويتي زعل مني. زعل مني وانا قاعد امشي انا ومحمد ربيعان واحد من ربعي. ليش زعلان؟ واحنا طالعين قاعدين نغني ورايح مخلني مع من ولا له خبر. فيجي طالعني يقول انت الحين خسران شلون تغني حق الشباب؟ قلت له شوف انا الحين قاعد اوريك الروح الرياضيه. الروح لا روح رياضيه لا، انا قاعد اوريك شنو وجهه نظر الشباب يعني العماني شنو حالته الحين، يعني فهمت؟ يعني تمثل بمثل احنا العمانيين. فاقول لهم شباب احنا الحين الكويتيين زعلانين والعمانيين كلهم هو رايح. فصار احنا طالعين احنا من الاستاد واحنا فرحانين فرحانين لفرحكم اصلا اللي خلاص. وهذا شفناه خارج الملعب حقيقه يعني. الجماهير الكويتيه وهذه الروح الرياضيه هي الاهم طبعا في مثل هذه التجمعات الخليجيه في الحقيقه يعني. لكن ايش معنى حضرت مباراه الكويت وعمان؟ يعني الافتتاح ما بداني احضر وبدأ الكويت وعمان. قلت لك يعني واحنا حاضرين اصلا متوقع خل اللعب الكره الحين داخل الملعب اجواء الجمهور نفسها، وانتم ما عشان بقناتكم ولا صحه قلبك ولا انت قدامي فعلا ترى تربطنا بالشباب العمانيين علاقه وايد جميله ومكسوره في اي احد بالخليج. فاحنا لما نحضر مباراه كنا مباراه بين اخوان مباراه بين ربع، فهمت انت الفكره؟ وصار بالاستاد يعني جمهور الكويت طبعا اكثر، كان البلوك العماني تشوف انت احمر بابيض تحت ومسوين سيطره. وانا والربع اقول شوف الجمهور العماني مسيطر، يعني مسيطر على 60,000 مسيطر صوتهم طالع المشكله. احنا صوتنا طاغي بس هني حتى انتم من تحت مسيطرين. هذا الشيء حبيته صراحه، وهم حبيت الشيلات للفريق العماني ما بعد المباراة. انت بالنهاية لعب كرة، في لاعبين لعبوا وفي فريق حالف الحظ. نعم. فريق لم يحالف الحظ. نعم. فاحنا بالنسبة لنا نزعل على كرة هذه مشكلة اكيد. ليش؟ لان بالنهاية هذا التجمع الخليجي. نعم. وهذا التجمع الاخوي الجميل ما ودنا انه يخترب لاي موقف ان كان من اي ان كان. اكيد اكيد. احنا ودنا الامور تمشي الحمد لله، الامور ماشية الحمد لله في صفاء قلوب هالخليج كلهم. جزاهم الله خير وان شاء الله يديم المحبة، ونحن في هذه الاجواء الجميلة ايضا
موجود الطفل، موجود الشخص الكبير في السن، موجود النسوان والأطفال، وكلهم مستمتعين ومستانسين بهذه البطولة. زميلنا أيضا سعيد الخروسي كانت لمقابلة مع شيابنا من عمان موجودين أيضا لتشجيع المنتخب أو 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 أو, أو فقرة شيابنا من الكويت، يعني مع الزميل فرقة شيابنا، اسمها فرقة شيابنا، فرقة شياب إيه أيوة شياب إيه، هذه صادهم زميلنا سعيد الخروسي وعمل معهم بعض اللقاءات. نشوف ورتو الكويت أهل السلطنة، وينكم ما نسمع عنكم ما نشوفكم، مروا لنا يبا، تريقوا عندنا، تغدوا عندنا، تعشيتوا، الحمد لله الله يعافيك. والله منورين. أنا اللي يكون بعلمك أنا ترى أهلي وأجدادي كلهم بعمان، والله إي والله أنا أصلي عماني يعني إي والله. الله الله يعافيك. احنا قوينا الرياضه شوي، نريد نسالكم عن بطوله الخليج، ما راح ندخل في الامور الفنيه وكره القدم، نريد نتحدث عن بطوله الخليج اهميتها ايضا. والله بطوله الخليج تقدر تسميها شنو، الاخوه، التلاحم، الترابط، يعني يكفي اهل الخليج شلون نورينا، وين نروح نشوف لنا سياره مثلا خليجيه، ولا نروح مطعم نشوف لنا احد خليجي نسلم عليه على طول. والله يعني لازم اشوف لي شي واحد يسلم عليهم، ولا ان كان اماراتي ولا. فالبطولة صراحة هي تلاحم وترابط أكثر ما هي بطولة رياضية كروية فنية رياضية. أول بطولة أتابع أول مباراة بس الكويت والسعودية، وبكيت شلون ما فزنا. إي خلاص بس ما قمت أشوف يعني، وكنت أتمنى إني أحضر المباراة لأن التجمع اللي صار هناك شيء يشرف صراحة. تونا سوينا يعني اشتغلنا، نزلنا إنتاجات فنية، أغاني حلوة عن الخليجي هذا، بالإضافة لذلك إن إحنا دائما في السوشيال ميديا يعني نذكر وندعم دائما الرياضيين والفنيين والخليج كلهم. مواصلين معكم مشاهدينا الكرام، واستوديو نبض الخليج والفنان محمد الحملي اللي يتواجد معنا في هذه اللحظات في استوديو نبض الخليج. محمد، كنا نتكلم طبعا ما شاء الله يعني شيابنا منورين المكان في كل مكان، ومن مختلف الدول الخليجية أيضا موجودين، وهذه الفرقة في الحقيقة يعني ذكرت لي أنك تعرفها، وشيء جميل أن في فرقة باسم شيابنا، يعني ما كل الشباب يعني شياب اسمهم. نعم. فرقة شياب كانوا شياب، شياب كانوا قبل فترة كل واحد يشتغل في جهة، فجأة اشتغلوا مع بعض وسووا لهم تيم في الكويت وشاركوا في عرب جوت تالنت. من هني بدأت انطلاقتهم الحقيقية، وبدأوا يشتغلون في أكثر من إيفنت في الكويت، وصار لهم شهرة في نطاق واسع يعني. معروفين يعني، معروفين في فيديو كليباتهم أماكن، يعني لهم وضعهم، وأتمنى لهم التوفيق لأن الناس مجتهدين صراحة. نعم مجتهدين، يشتغلون من روحهم حلوة أيضا. روحهم يعني حلوة. زي ما خبرتنا عندك شيلات خليجية ولا عمانية ناخذ منك؟ أنا ما أنا في وحدة يعني صوتك حلو على فكرة. أنا في وحدة مو ما المشكلة ما متذكر يعني. ليه إيه في وحدة حافظ جزء منها بس كلماتها صعبة. لا يكون شعار صيفين بس برجع لك أنا بعد شوية، بس خلنا بعد فرقة شياب أيضا كان عندهم شيلة حلوة بعد. يلا اسمع خلنا نشوف مع بعض ونرجع. روميو مرشيق وفرقة شياب من الكويت إلى المنتخب العماني. وشعار زيتون يلا ويلا من الدو يا اخوي يلا اوكي يلا وشعار سيفين والخنجر عمانية، شعار سيفين والخنجر عمانية، هم هذا بيت اهداء العمان. يقول لك كويتي قلبي في عمان، اخوان احنا من زمان، لا في صد قلبي مكان، خليجنا واحد. شفنا هذه الروح الحلوه والشيلات الحلوه حقيقه يعني من هذه الفرقه المعروفه. انت عندك شيله ولا لا؟ انا في اتذكر الكلمات ولا اللي اذكرها لها طبعا يعني وش عارف المعروفه وين الخنجر عمانيه، في اغنيه عمانيه المشكله في اغاني كلماتها صعبه بالنسبه لنا، والله لو اذكرها كان حافظ بدايتها بس راحت.
هي قديمة ولا جديدة؟ لا قديمة تعتبر تراثية. قديمة تراثية. تعرف اسم الفنان ما تعرف؟ لا لا غنوها في لقاء عندكم فنانة كبيرة عندكم بالعمر اللي غنتها كانت جالسة لابسة أحمر ثوب أحمر وغنتها عن طريق الصف نسيت بس لو تعرفين بدايتها راحت راحت راحت. رياضية هي؟ لا 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 ما رياضية ما رياضية تراثية. ما شاء الله أنتم عندكم بالتراث شيء عجيب ما شاء الله موجود. نحن في مختلف المحافظات كذلك أيضا ألوان متنوعة من شيء عجيب مثلا في الكلور والأغاني محافظتكم عليه هذا الشيء صراحة. يعني خلينا نتكلم بواقعية احنا في تلفزيون عمان أكثر دولة محافظة على التراث بالكلام وبالزي حتى في المباني أنا بجولتي الخليجية هي عمان. يعني نهنيكم على هذا الشيء. يعني صدق في دول حاشة التطور والتجديد والأشياء هذه لكن المحافظة بشكل رسمي على التراث حتى في الكلمة حتى في اختيار الكلمات الزي الوطني الأشياء هذه ترى نشوفها احنا نفخر فيها. نعم نفخر زي محمد يمكن الأغنية ليه غاب عني وسافر لا يبوه لا لا مشكلة هذه من مخرجنا على فكرة يعني خاصة لا واحدة صعبة صعبة يعني كلماتها صعبة كلماتها صعبة زين صعبة هو المخرج مصر انه يسمعها من عندك بس انا خل ادور ما اعرف اذا موجودة اصلا عندك ولا بالنهاية نشوفها باليوتيوب يمكن يا زينة او شيء يعني لا هو عنده يعني الاغنيه لكن ما يمكن ما مذكرينها بالضبط وراح هو لو حصلها صوتها حلو عليها يعني يطلع صوتها حلو فعلى العموم يعني هذا المدرجات طبعا اللي يحضر فيها الجماهير طبعا نسمع فيها الكثير من الاغاني وانت تغني او شيء احيانا لان اسمع صوتك حلو ما شاء الله صوتي زين ايه حلو جميل يعني وايد صوتك الحين اغني اغنيه سمعنا اي اغنيه كويتيه خليجنا واحد نقول يا خليجنا واحد وشعبنا واحد خليجنا واحد وشعبنا واحد يعيش يعيش فليعيش الله أكبر يا خليج انضمن الله أكبر. أكبر الله أكبر يا خليج وعندك بعد لقاء يعني ايوه وين الشباب يجيبوا العدة احييك على هذا الروح الحلوة عرفناك كممثل جميل ظريف مميز لك جماهيريتك الكبيرة في الحقيقة ونعرفك أيضا كإنسان مميز في الحقيقة أسلام. غاية في الجمال والروعة خلينا نحن أيضا نتابع بتكون معانا بتظل شوية معانا يكون بس خلينا نشوف أيضا مقابلة خاصة لقناة عمان الرياضية مع الشيخ أحمد اليوسف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الحمد لله يعني إذا نهني حضرة صاحب السمو على هذا النجاح وما حصل هذا النجاح إلا من دعم حضرة صاحب السمو والشباب والشابات المتطوعين هم من عملوا على هذا الحفل الافتتاح وإنجاح البطولة حتى تاريخ اليوم بإذن الله وإن شاء الله دور الأربعة والنهائي راح يكون أفضل وأهني الشعب الكويتي والجماهير الكويتية وتقدم لهم بالشكر الجزيل أن هذه البطولة هي أكبر بطولة حضور جماهيري على مستوى الوطن العربي ما عدا نستثني الجمهورية العربية المصرية وفي تنظيم هذه كأس أفريقيا ولكن إن شاء الله نبي نشوفهم في مباراة دور الأربعة وبالنهائي من الأفضل إلى الأفضل ونتمنى الجماهير الكويتية أيضا تحضر لمؤازرة الفرق الأربعة وبهذه المناسبة أهني المنتخب سلطنة عمان على تأهلهم إلى دور الأربعة وأتمنى لهم التوفيق الحمد لله يعني تحققت في هذه البطولة عدة أشياء هو رفع الإيقاف استضافة كأس الخليج افتتاح رائع منتخب إعداد جدا بسيط واستطاع أن يجاري الفرق اللي صار لها سنوات تلعب وإحنا من بعد سنتين ونص كل الشكر لإخوان اللاعبين كل الشكر لجميع المتطوعين على دعمهم لاستضافة أهل الخليج
تابعنا إذن الحديث الخاص للشيخ أحمد اليوسف لقناة عمان الرياضية، وحديث طبعا عن بشكل عام أجواء البطولة حتى هذه اللحظة التي تسير من خلالها دولة الكويت بنجاح كبير على المستوى التنظيمي وعلى المستوى الجماهيري وحتى على مستوى المنافسات في أرضيات الملاعب اللي بدأت ترتفع فيها حدة المنافسة. محمد، يمكن نشوف منافسات بين فرق أربعة. قبل أن نودعك وناخذ بعد شوية سؤال عن آخر أعمالك والأعمال القادمة، خلنا نوديك شوية أيضا الملاعب. يعني أربع منتخبات في نصف النهائي يوم الثلاثاء إن شاء الله، مباراتين إن شاء الله، عمان في مواجهة البحرين والعراق مع الإمارات. إيه، شو توقع؟ أنا عمان والبحرين توقع فوز عمان، والإمارات والعراق توقع فوز العراق. نعم، احس الكاس السنه عماني. عندك احساس يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله يصدق احساسك. ان شاء الله احساس كذي يعني، ولا انا والباجين. يمكن الظهور القوي لمنتخبنا في دورات الخليج بدا من ارض الكويت، ونتمنى ان نحن بعد ناخذ كاس من ارض الكويت ان شاء الله. توفى الخير علينا يعني. ايش لا، اليوم اللعب فار نفسه خلاص، صاير اللعب جميل، تنافس كبير، حضور جماهيري لما امشي الحين بالكويت اي مجمع اي مكان اشوف خليجيين، متعة ترى. ودي كل يوم خليجي، كل طول السنة خليجي. الله يخليك. تشوف اللينك، سيائر تي من دول برة تي تحضر، أسعار تذاكر صارت رخيصة حق الناس تي تشجع، الفنادق هني صارت سياحة خليجية. أنت سياحة خليجية، خلي أنت السياحة الأجانب اليون، أنت هني صار خلاص صار ما شعور لا يوصف. ما أقدر أقول يعني كما قالت الكلمات الأغنية العمانية، تجمع الأحباب دوما أنت يا كأس الخليج. وهذا اللي نشوفه على أرض الواقع. بالمناسبة الروح اللي هذه طبعا كلمات للسيد خالد بن حمد، نوجه له تحية أيضا، أو ألحان سيد خالد بن حمد، فنوجه له أيضا تحية. وربما أيضا هذه من الأهداف النبيلة لدورات كأس الخليج، والروح اللي يتحدث عنها محمد، يمكن هذه الروح الموجودة عند كل شعب الكويت نسمعها حتى في برامجهم الإذاعية، في وسائل الإعلام، في وسائل التواصل الاجتماعي، ودائما هم مرحبين بالجميع. ولكم أكبر تحية، والنجاح التنظيمي الكبير في الحقيقة نبارك فيه للكويت. مبروكين. مع التجهيز السريع في فترة قصيرة جدا، وهذا مش غريب على الكويت. بس كل ما حتى الترسول حتى في المجال الفني، لما يصير في مهرجان محلي في الكويت، مهرجان خليجي، التوافد الناس من كل الخليج حتى فنيا رياضيا، هذا شيء جميل. شوف فنانين عمان، فنانين الامارات، فنانين السعوديه، قطر، البحرين، كلهم. فانت تشوف انت التجمع الفني الهدف الاساسي من الدوره، هو هذا الهدف الاساسي. شيء جميل. نعم. شيء الحمد لله. طيب عاد النقطه الاخيره اللي بنطرحها معك اكيد عن اعمالك الفنيه القادمه، يعني ان شاء الله قاعدين نجهز حق عمل اسمه علاء الدين الكوميدي، عمل مسرحي كوميدي اسمه علاء الدين الكوميدي، راح يكون في اعتباره من تاريخ 11/1 في مسرح دار المهن الطبيه عندنا في الجابريه في الكويت. عمل جميل، هو نفس قصة علاء الدين الأصلية، بس نسوي فيه تطويرات إن شاء الله، وإن شاء الله يعجب الجمهور. أكيد أكيد جميل. وش تقول الأغنية الشعبية العمانية؟ إيش هي؟ قمت بشبش يا غلام ترى نور الصبح بان كمل، ترى نور الصبح بان. لا يبوا لي قاعات شباب، يبوا لي قاعات. يلا ابي ربي العمانيين، ودوا لهم يلا وينهم وطبولهم. أيوة. عشان تدخل الجو تعيش الجو يعني. وطالبكم شو بس تم اطالبكم شو طبعا اللي قاعد العمانيين اللي قاعدين يسمعوني. اقول شو عارفين شو؟ ايوه عارفين. اللي ما يعرف شنو الشو، هذه اكله عمانيه تطبخ يعني اغلب او اكثر وقت تطبخ فيه في العيد. عباره عن خروف يتبل في طريقه معينه، ويحط فوقه الورق مال الموز اوف، والقصد الاسلاك حديديه شائكه. هي. شائكه، ويحط داخل الحفره. هي. الحلو بالحفره، الحفره تجمع كل الفريج. هي. كل اهل الفريج في توقيت واحد يرمون الذبايح داخل الحفره ويسكرون التنور. بكره عاد يفتحونهم كلهم نفس التوقيت، تعال اكل تاكل اصابعك وراء اصابع اصابعك واضرب يضرب. ودوني عمان، خذوني اخذوني معك. اللي جاي بالسياره يا جماعه لازم يجيب عند شوى، بعد بشارك عندك شوى. يلا يلا بالعافيه، يلا معك بالعكس. ايوه ناخذ شوى، بيجيبوا الجماعه ذيلا اللي جايين بالسيارات. يلا تم نظر. انت عليك استقبالهم وكذا، ونحن بناخذ من عندك شوى. وانا شو اسوي؟ يشرفوني وينوروني. الله يخليك والله، نورتنا اليوم. على راسي، مشكورين، شاكرين لك روحك الطيبه ومشاعرك الجميله. عزيز وغالي حبيبي، واكيد لك جماهيريتك الكبيره واحبابك في عمان، نوجه لهم تحيه اكيد. ما قصرت، ونوجه لك كل تحيه على حضورك لاستوديو نبل الخليج. شكرا. انتم مشكورين وما قصرتوا، وان شاء الله الكاس عماني ان شاء الله نفرح مع بعض حبيبي ان شاء الله.
مواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وجولتنا أيضا في الكويت مستمرة. زميل سعيد الخروصي أخذنا الآن إلى جولة في رموز الكويت في الحقيقة، الأبراج الخاصة بدولة الكويت واللي تمثل شعار لدولة الكويت. نتابع ثم نعود.